عندك وراه وتفضل. هذه الاثناء حديثة السير بالطريق ديال طريق مرجان، سيارة من نوع مرسيدس. نتمنى ما تكونش هنا شي اصابات خطيرة. كما كتشوفوا متتبعين جريدة فارس تطوان، حادثة وقعت في الطريق ديال طريق السوالي، حادثة سيارة من نوع مرسيدس تقلبت في الطريق هنا كما كتشوفوا. السيارة تطمت هنا بهاد قائم الإنارة هنا كما كتشوفو الطريق ديال طريق السوالي. حادثة السير اللي كاين حاليا هذه في طريق السواني، واحد السياره اللي نوع مرسيدس ارتطمت هنا بالقائم ديال الاناره هنا. السياره هنايا اللي صراحه اضرار جسيمه هنا، وتم نقل السائق في نقل سياره الاسعاف. نتمنى السلامة لسائق السيارة، نتمنى له السلامة. هنا في حضور رجال الأمن لكي يعينوا الحادثة. البلاصه فين وقعت الحادثه السير هذه الطريق ديال سواني فين الرامبان، ها البلاصه ديال الحادثه وقعت هنا في طريق سواني.